المقابلات اللي فاتوا وين خسرنا في البيض رحتنا ريكتيفينا ان بوا من البسكرة. ان شاء الله هذا الماتش تاع الاربعاء ان شاء الله ما في استادنا ان شاء الله ما مراتوش لي 3 بوان ويريحوا هنا ان شاء الله في استادنا. المباراه كانت مهمه اللي قلنا نحقوا اكبر عدد من النقاط باش نكملوا بالاريحيه نكونوا اليز ان شاء الله. الحاجه الايجابيه كانوا كل اللاعبين جاهزين تحت اطار معنا تحت اختياراتنا ان شاء الله اللي باش يكون اجدر واللي باش يكون جاهز 100% خاصه ذهنيا هو اللي باش نبدا به المباراه. نحن على ارضنا مطالبين قبل كل شيء انه نقدم الاداء اللي شرفنا والاداء الهجومي اللي يكون ان شاء الله وسيلتنا الوحيده للانتصار.